اقلع وخدوا المبادره بالضغط على فريق النجوم المستقبل. مواقف ثابته هنا تاني مره خطيره في المرمى جول، في المرمى جول، قلنا مش ممكن مش ممكن على على لغه الكبار يا جماعه. الله الله على المواقف الثابته والله على الفرق الكبيره اللي يقدروا. برافو والله السيدين، برافو، هدف جميل وهدف الاسبقيه. اتلعبت الكوره وهنا مروان، يا سلام عليك يا مروان، مش ممكن. مروان حمدي يعلنها هدف اول، في هدف اول جميل من راسيه من كوره ثابته، والقط عاملها ايه؟ عاملها بالسنتيمتر، ياه. لكن طبعا اين المدافعين هنا؟ واين الرقابه؟ وهنا المهاجم متميز، الراجل طبعا هنا بيهرب من الرقابه وحاططها راسيه مثاليه عشان تعلن عن الاسبقيه والتقدم. هدف جميل بدري بدري في الدقيقه رقم 7، وقلنا بلغه الكوره هما يعني ايه ضغطوهم، او فريق المستقبل يعني ممكن يكونوا هما ضغطوا نفسهم بدون مبرر. فاولات كانت بالجمله والمواقف الثابته، والقط بالسنتي بالسنتيمتر حاططها راسيه على مروان حمدي اللاعب المهاجم الواعي. قلنا مروان ده لعيب او مهاجم مفيش كلام.